إذا الكلمة الأخ الدكتور عبد الوهاب مكني المكني النقابي والوفير للاتحاد والحاضر في كل المحطات. هذا الرجل نحيل له الكلمة، ثم فيما بعد سيقع تكريم الأخوة اللي سميناهم شهادات حية من بعض الموضوع. الشهادات مش نوثقوها بعضها. دونك شكون إن شاء الله العام الجاي في هذا الوقت مكرم من تبقى من الذين عايشوا 26 جون في 78. إذا كلمة الأخ عبد الواحد. لأولاد المفاعلين من المنظمين واللي عايشوا حتى 26 عام، ربي يطول في عمرهم وإن شاء الله يكونوا دائما في خدمة الاتحاد وفي خدمة البلاد وخاصة في خدمة تاريخ البلاد. تحية طيبة للنقابيات والنقابيين في جيل صفاقس، وأنا مسرور جدا بحضور العنصر النقابي النسائي في مثل هذه المحافل واللي هو علامة الاتحاد، وهذا من قبل مؤسسي الاتحاد من عهد حشان وعاشور. كانت المرأة مكانة هامة ويجب أن تتعزز دائما في الصفوف الأمامية. تحية حارة أيضا إلى الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي سي بوعليس سي منعم سي وزراء أيضا عبد الكريم، وتحية لأعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وهذه المرة أخرى الأخ يوسف العوادني على منصب الكتابة العامة والمسؤولية. طبعا هي تكليف وليست تشريف، أنا أقول هذا دائما. والاتحاد دائما عرابة الاتحاد وقطار الاتحاد يسير تجاه إن شاء الله مصلحة البلاد ومصلحة العمال والفكر والسعي. تحية أيضا لأخوة أعضاء الاتحادات المحلية والكتابة العامين، وأيضا تحية حارة للإعلاميين في الحاضرين من الإعلام العمومي والإعلام الخاص، تحية خاصة. وهذا بنصف دقيقة بشكركم اللي في الثلاثة متاع العشية جماعة صفاقس نظم ندوة حول الإعلام. أي إعلام مريد في المسرح البلدي دخول مجانا ودعوة موجهة لكم يحضر الندوة هذه. التوفيق جيد من فرنسا 24، الياس الغربي، سماح مفتاح، محمد اليوسفي، وتناقشهم الإعلامية من الإعلام العمومي عائشة بياض. مرحبا بكم، هذا في إطار ما نسميه مجالس الفكر والإبداع في جامعة صفاقس، وهي خروج الجامعة إلى المجتمع الثقافي وليس العكس، أن تبقى جامعة في أبراجها العاجية. وكذلك سيقع تكريم ثلة من الإعلاميين والصحفيين في جامعة صفاقس، منهم شكون حاضر معنا ونشوف في سي راشد، ومنهم شكون كان أيضا فاعل في أحداث جامعة 78. نجيب مباشرة للمحاضرة، مش بشتغل عليكم لأنه الأهم من محاضرتي هي الشهادات بتاع الأخوة الفاعلين. المحاضرة حول التاريخ وأحداث 26 جانفي، طبعا أغلبكم قرأ على 26 جانفي ويعرف الأحداث. أنا نوقعها في إطار ما يسمى بمعركة الاستقلالية ومعركة الوجود. بلايين وخيال نسمعوا بعضنا شوية، ما نطولش عليكم، ما نطلبينا شوية تركيز. قلت نبرمجها ونقرأها في سياق هو سياق الاستقلالية الاتحاد ومعركة الوجود، لأنه الاتحاد في 20 جانفي 46 قام بالتأسيس، والتأسيس لم يكن سهلا، لكن الأصعب من التأسيس هو الوجود. وفي تاريخ الاتحاد جاءت جملة من العواصف وجملة من الأحداث، كما 45 كانت أن تعصب الاتحاد، كما أحدث الفيضة، كما اغتيال حشاد، أيضا معارك أخرى كان فيها الاتحاد محل رهان وجود يتواصل أو ما يتواصلش. معركة 26 جانفي 78 من أهم معارك وجود الاتحاد، كانت أن تعصب الاتحاد وبهياكله، ونعتبرها أيضا معركة للاستقلالية. استقلالية من ماذا؟ خاصة من كلكل السلطة الحاكمة التي كانت دائما تريد تطويع الاتحاد
في صفها. وطبعا الـ 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 في تاريخ الاتحاد كان هناك نجم نقول جولات وفترات من المد والجزر في محاولة من سلطة الاستقلال الحاكمة أن تضع يدها على الاتحاد. إذا أزمة جانبي 78 في الواقع ما هيش المعركة الأولى وليست الأخيرة بين السلطة الحاكمة والحزب الحاكم، أنا ذاك الحزب يسميه الاشتراكي الدستوري، والاتحاد عام تونسي الشغل بمختلف فريقه. أولا أزمة جانبي 78 يختزلها البعض في يوم الخميس 26، فما شكون يسميه خميس أسود، فما شكون يسميه خميس أحمر. أسود نظرا للقمع الكبير اللي كان موجود فيه، وأحمر اللي هو الدماء التي سالت فيه، وأيضا النفس الثوري في هذا اليوم الرمزي. بقي أنه الأزمة ما تلخص في يوم، الأزمة بدأت النجم نقوله من أول السبعينات، ولكن اتفاق من ذروتها والاتحاد مشكور اعتقد من كرونولوجي قسم الأخت اسمها حورية كولا هدى بالحورية اعطتكم لكرونولوجي زمنية الأحداث تبدأ من سبتمبر 77 الفتيل يشتعل. وعليه سبتمبر؟ لأنه السنة السياسية في تونس تبدأ في سبتمبر، السنة السياسية تبدأ في سبتمبر، العودة المدرسية والجامعية تبدأ الزيادات عدد الفئود يعملها بلدي نويلة ناس مصيفة، وبعد تبدأ السنة السياسية والسنة النقبية، والأحداث تبدأ تتفاقم لين وصلت مداها في 26 جانبي 78. قبل أن نبدأ في تحليل الأزمة حبيت أقول لكم أني أول أمس أشرفت على وطروحة فيها أحد المتعاونين مع الاستعمار سي بوعلي، وزير كان متعاون مع الاستعمار وتمت محاكمته في محكمة الشعب العليا اللي هي محكمة عملت بعد الاستقلال، وتم اتهامه بالخيانة الوطنية وهو ليس كذبا وليس افتراء، وتم تشريده من أملاكه لأنه شخص هذا كان يملك أملاك كبيرة، كان قايد في الموسال وقايد في سوسة وقايد في السويسي وكان وزير، كان ضد الحركة الوطنية وكان ضد تونس، وما رعنا إلا هيئة الحقيقة والكرامة تنصفه تعيد له الاعتبار وتعطيه جزاء مالي لما قام به من خيانة للوطن. حاول نكتب بعضهم. والحال أن 400 نقاد وشهيد اللي استشهدوا في أحداث 26 جانفي التو ما نعرفوش حتى اللي استنتح وين مدفونين، وقبورهم هم شهداء بلا قبور. البعض منهم هو ملوح في البدراني هنا ثلاثة ولا قبور، هم لوحين متناثرين شهداء بلا قبور، وهذه الأزمة مسؤولين عليها الناس كل، احنا الكل مسؤولين عليها، وكل الأطراف اللي نظرت لهيئة الحقيقة والكرامة بانتهازية على أساس أنها تغمر من المالية العمومية ستحاسب وسيحاسبها التاريخ. نعم، لأنه رد الاعتبار وتمويل الناس كانوا متواطئين مع الاستعمار بالوثائق والمؤرخ ونعرف شو يقول، ومعناها إغماض العين على الشهداء مش كان 26 جار نبداو من ديسمبر 62 والاغتيالات اللي وقعت للمجموعه الامنيه حتى احداث كفصه حتى غيرها من احداث واحداث الخبز الى الان لم تظهر الحقيقه ولم نقم بسجل وطني للشهداء الى حد الان، رغم الشهداء مش كان اللي ماتوا في بعد مهب بن علي، الشهداء في تونس قوافل من الشهداء في الحركه الطلابيه وفي الحركه النقابيه وفي حركه الشارع ايضا الى اليوم لم يقع رد الاعتبار، ولذلك عندهم حق الناس الكبار يقولوا تاريخ تونس انت ما تكتبش. ادخل لمسألة 26 جانفي بسرعة. تعرفوا اللي البلاد تبنت منهج ما يسمى بالتعاضد أو ما بين الظهرين الاشتراكية مع الانصاري، وفشلت العملية في آخر سبتمبر 69. في 70 تم اختيار جديد إزاحة الباهي لقم أيضا والتكليف الهادي المير اللي هو في الأصل محامي ولكنه كان مدير البنك المركزي وعنده توجه ليبرالي رأس مالي معروف. وبدأ من 70 تقريبا في سياسة سماها وقتها سياسة الانفتاح وسياسة الإصلاح، إصلاح معناها بقايا التعارض والانفتاح أكثر. الانفتاح هذا يقوم خاصة على تشجيع الاستثمار الأجنبي في تونس وتشجيع الصناعات الخفيفة، هذه تقريبا أهم مراحل الانفتاح.
وقتها بدات مساله النظام في خلافة بورقيبة. ما ننساوش بورقيبة مرضى عملها في 69 كانت مرضى كبيره، وبعد ما عاد كل الاطراف اللي في الحزب الاشتراكي الدستوري كانت تطمح الى خلافته، وعلى الاقل ظهر شقيق في السلطه، شق اللي يسميوه البلديه تاع الحنين شويه كعاقلين شويه باهي ندخل، واحمد المستين وحسين بن عمار وباجي خالد السبسي محمد صالح بن حاج سالم بن جمعه، وشق اخر يسميوه شق الصقور كان جينا كان عامل في تصنيف اللي هو شق الساحل الهادي الويرة محمد السياح عبد الله فرحات ومحمد المصري. هذا التناقض اللي في السلطه على خلافة الزعيم بورقيبه بعد ما روح من مرضه في 69. في خضم هذا الكل عاشور كان مقصي بعد احداث باكره تاع 65، يعود الاتحاد في 69 في المؤتمر تاع 70 ياخذ القياده من جديد، ولكن في البدايه كان هناك تقريبا وفاق معلن وغير معلن بين قياده الاتحاد والهادي الويرة. تسالوني علاش؟ على خاطر الاتحاد كان ضحيه من ضحايا التعارض، وكان ضحيه من ضحايا مؤتمر المصير اللي تعمل في بنزرت في اخر سنه 64 في اكتوبر 64. وقتها الحزب الحاكم قرر وضع يده على كل المنظمات، نسميها منظمات قوميه وقتها يسميوها، بما فيها الاتحاد، واصبحت كل لجان التنسيق تتدخل في الاتحادات الجهويه للشغل، وانه ما يتعمل حتى مؤتمر نقابه الا بحضور مندوب الحزب. وطبعا هذا رفضه نحكي عاشور، رفضته قضيه قياده الاتحاد، وتم تنفيذ قضيه الباخره، ولكن الاتحاد كان ضحيه من ضحايا سياسه التعارض اللي عملها بن صالح واللي هو ما نساوش ابن الاتحاد وكان امين عام فيه. فكان طبيعي في اول السبعينات انه يقع تحالف موضوعي ما بين عاشور والويرة، لانه في اطار تصفيه تاريخ التعارض اللي سياسته كانت غير شعبيه، رغم الناس كانوا ضد التعارض، وخاصه في جيت فقط، لانه التعارض يعود يبدا بالشركات الكبرى والناس الكبار والاثرياء، بدا بالناس الحسن وبالناس الفقراء. وش يقول وقت الشعار؟ بالشراكيه لنا حيوت، ما لنا حيوت؟ كان المنازل والاحوال ما يدخلوش في التعارض، بقيه الاملاك الفلاحيه الكل بما فيها الاغنام تدخل في التعارض، وهذا خلف رده فعل كبيره في مساكن وفي الوردانيين وحتى في ارياف صفاقس. الناس كانوا ضد التعارض لانه بدا بالفقراء وبدا بالناس اللي ما عندهمش املاك، وخلى الناس اللي عندها الثروه ما مشدهاش. فالالتقاء هذا بين عاشور قلنا والويرة بدا في يبرز، والنجم نقولوا كانت فتره من الوفاق. لكن في المنظمه الشغيله فما تغير. من الجهه التغير هذا هو انه بدا الاتحاد تدريجيا يستقطب اصحاب الشهادات وخريجي الجامعات، واللي هم متربين في فضاء ديمقراطي، في فضاء نضالي، في فضاء مستقل عن السلطه الحاكمه. النضال هذا بدا يتكرس في قطاعات نسميها النقل، المعادن، النسيج، الاذاعه والتلفزه، الكهرباء والغاز. وابدات الاتحاد قاعدته تتوسع وتتجدد، هذا عامل اول. الشيء الثاني ايضا انه في مؤتمر 29 مايو 70 المؤتمر 12 للاتحاد، الحبيب عاشور تم انتخابه وتغيرت القياده وجاءوا اعضاء جدد المكتب التنفيذي، معناها احمد دعماره وعمر جمالي ومحمد الوسلاتي فرحات الشراوي ومحمد عز الدين عامر بن عائشه، معناها كانت وجوه مخضرمة، ولكن فيها ولاء للنقابة وفيها ولاء للحزب. لكن على مستوى القيادات الوسطى بدا فما تقييم، أغلب القيادات الوسطى ما كانتش مخططة في الحزب الاشتراكي الدستوري، وبدات تدريجيا تتطور. المهم الأحداث تطورت لأنه الهادي الويرة الهج نهج ليبرالي واضح، قوانين أبريل 72، قوانين فيفري 72، أبريل 73، هذه القوانين كلها تعرفوها كانت مرفوضة من قبل القيادات الوسطى للاتحاد، ولكن مع هذا تحقق عدة مكاسب، منها السياسة التعاقدية، معناها سياسة العقود اللي عملها الاتحاد مع الحكومة. أيضا تدخل الحبيب عاشور
وهنا كان الاخ علي البنكي يحكي على دور الحاسب السياسي، عدد مرات لانقاذ اقتصاد البلاد. مثلا عاشور الداخلي باش يجيب لتونس مجانا القمح والزيت كهدايا من دول كبرى. الدخل عند ليبيا وعند معمر القذافي باش يقبل عدد كبير من العمال التونسيين ويسموه ويكون عندهم وجود قانوني ومنظم ويصبوا عليهم في الكاس. وهذا الكل توج بالميثاق الاجتماعي اللي تم اعلانه في 19 جانفي 77 بين الحكومه والاتحاد. اذا عام قبل احداث 23 جانفي نجم نقول الامور كانت تسير بين القياده تاع الاتحاد والحكومه عاديه. لكن بصفه عامه الوضع سينفجر وسيتغير لعده اسباب، اولها انه بدات هناك سلسله من الاضرابات تقودها قطاعات من 73 النسيج بدات فيه الاضرابات. 74 75 شركه باتا مجهود سوجي تيكس في الساحل سوري تراس فاسفاكس السكه الشركه القوميه للنقل كلهم بداوا يعملوا في الاضرابات 73 74 75 كلهم بالاضرابات. وفما اضراب تم تاريخي في تاريخ الاتحاد هو اضراب التعليم الثانوي لاول مره في جانفي 75 وفما شكون في القاعه هذه حاضر فيه. والاضراب هذا هام حتى اللي فاهم السياسه اليوم هام، لانه اليوم عدد زعماء في البلاد ما شاركوش البلاد في الاضراب هذا، قاطعوه كل قريب خذوا اللي تبعته من حق ما نحبش نعرف السياسه هنا، لكن الاضراب هذا هام لانه اللي ما شاركوش فيه من وقتها هم اعداء الاتحاد. اضراب جانفي 75 هام جدا في التعليم الثاني اول مره يقع هذا الاضراب. ايضا اضراب معمل الفولاذ في مسجد بورقيبه واضراب نقابه التعليم العالي سنه 76 لاول مره، ونشأت بعد الاضراب هذا في تحقيق كل المطالب المرفوعه بما فيها الحصول على اراضي لبناء منازل الجامعيين. هذا وقع في اول 76. ايضا اللي حبينا نقوله هو بروز نقابيين وقتها نسميهم شباب جدد بداوا يتحملوا في المسؤوليه على غيرها، وانا راني نسمي وتاريخ راهو ما نجموش نزيفوه. عبد السلام جراد في النقل، اسماعيل السحباني في المعارف، حسين بن قدور في التعليم الابتدائي، احمد الكحلاوي في قطاع التعليم التقني، صالح الصغير في قطاع البنوك، محمد الدامي في التجهيز وفي الجهاد ايضا. اذا هذا مش وقتها توا كمان، اما قبل كانوا دجال ودخلوا واعطوا دم جديد للاتحاد. طبعا في الجهاد برزوا ايضا قيادات هامه، الحبيب بن عاشور في سوسه، بن عاشور اللي مسكين حتى عينيه تعمل في جرة القمع والتعذيب. صادق الديسة ايضا في سوسه، عبد الرزاق غربان ومحمد شعبان في صفاقس وغيرهم من النقابيين بداوا يرسلوا وبدات تتكون ذاتيه للاتحادات الجهويه اللي قبل كانت تقريبا دائما معناها هي والاتحادات المحليه ما كانت تتبع فقط، بدات عندها شخصيات. فما اتحادات محليه كما تبربر وجازبان ومكثر والمتلوي بدات عندها شخصيه داخل الاتحاد. هذا هام جدا ايضا مش يكون عنده تاثير غير مباشر في احداث 26 جانفي 78. اذا لما نعرفش بدا بعد ابرام الميثاق الاجتماعي فاعتقد الويرا انه بهذا الميثاق قد دشن الاتحاد والاتحاد دخل الى بيت الطاعه وانه سيفعل ما يريد هو والشق الحكومي اللي معاه. وخريف اذا 77 كان اذا شق محمد الصياح وعبد الله فرحان اللي سميناه شق الصقور ينظر الى الاتحاد نظره غير مريحه ويعتبره عائق امام الحكومه، حكومه هذه الولايه لتحقيق كل ما تريده من سياسات. ولهذا تفاقمت الازمه ومن مظهرها. اولا التشجيع على اقامه منظمه عماليه موازنه. حبوا يعملوا فورس اوفريا في تونس. و معناها صقور الحزب شجعت محمد سعد منور العبيدي محمد صالح الراشدي واللي اعترف بذلك كتابيا قالت لهم اعملوا نقابه جديده خارج على اتحاد شغل بنسميها فورس اوفريا تونسيا. هذا حدث اول كان في اتجاه ضرب الاتحاد. النقطه الثانيه كانت احداث قصر الهلال. احداث قصر الهلال ما بين 11 و 14 اكتوبر 77 تتمثل في اضراب عمال مصنع سوشيتيكس و استعمال القنابل المثيرة للدموع والهراوات والميليشيات. اول مره تهبط الميليشيات بمعناها بالعصي بتاعها وبالهراوات لضرب
المنقهرين العزل، والمدينة عاشت حالة من الحصار انتهت بتدخل الجيش، وهذا أمر خطير. الجيش يتدخل لقمع الخدامة ولقمع العاملات، لأنهم خدامة النسيج أغلبها النساء، وهذا كان أمر خطير. ونعرف وقتها في شهر رمضان في نفس الوقت في صفاقس، وتو يحكيوا بعد الخيال، وقعت أحداث مماثلة في صفاقس في شهر رمضان، الشجاعة غضب الشرائح العمالية والأفراد في القمع من قبل قوات النظام العام. النقطة الثالثة هي تزايد الإضرابات. الإضرابات زادت في معمل فولاذ منزل بوكيف 18 19 أكتوبر، وانتهى بمحاكمة 5 نقابيين وسجنهم، وأيضا إضراب بمناجم المتلوي في نوفمبر 77. النقطة الأخرى الهامة اللي كانت منعرجة هي تهديد لحبيب عاشور بالقتل. الشخص اللي تورط في اغتيال صالح بن يوسف اجبد الفرفر نتاعو الريفولفير نتاعو في سوسه في احد الاسر، وقال بنفس هذا المسدس الذي استصفينا به صالح بن يوسف سنقوم باستصفاء لحبيب عاشور. وهذا تهديد بالعنف المباشر لاحد زعماء الاتحاد والمؤسسين، وكان منعرج هام جدا في علاقه الثقه بين قياده الاتحاد وبين الحكومه. بعد الخطوة الموالية هي اتهام لحبيب عاشور بالتخابر مع دولة إجرامية، والمقصود بها شكون؟ المقصود بها ليبيا وقتها. واعتبروا أن الزيارة اللي قام بها عاشور في ذكرى سبتمبر 77 هي خيانة لتونس، لأنه التقى بمحمد المصمودي، والحال أنه غير صحيح. عاشور كان في مهمة لفتح الباب أمام الخدام التونسيين في ليبيا وتحسين ظروفهم، ونعرفوا زاد الكريم أنه عاشور كان ضد اتفاقية جبهة نتاع الوحدة مع القذافي، ما ينجمش يكون في 74 ضد الاتفاقية وبعد 77 باش يخدم في نظام القذافي. هذا أيضا هام جدا ما نقوله من باب التاريخ. إذا الأزمة بدأت تتفاقم، كلون صياح عبد الله فرحان الهادي الميرة بدأ يستعمل الميليشيات، و معناها أصبحت أزمة مفتوحة في ديسمبر بين الحكومة والاتحاد، وأدت إلى استقالة 6 وزراء. استقالوا، رأينا 6 استقالات مش جديدة، استقالوا من حكومة الهادي الميرة لأنهم رفضوا سياسة العصا الغليظة ضد الاتحاد. شكون هما 6 وزراء هذا؟ هما عزوز لسر كان رئيس الفريق وقتها، حبيب الشطي، المنجي كوعلي، محمد ناصر مازال عايش، ومنصف الحاج عمر، واحمد بنو. الكل رفضوا سياسه التصادم مع الاتحاد، واعتبروا ان الحكومه ستسير في مسار خاطئ اذا اختلفت مع الاتحاد. الخطوه المواليه هي منع ترويج جريده الشعب، اللي هي كانت جريده هامه جدا، وكان فيها صحفيين يكتبوا كما ناجي الشعري، كما محمد قلبي، غيره من الصحفيين. كانت عاد حربوشه، كنا دخلني ولا تلقوا هرمش. ايوه، ناجي الشعري كان عنده ركن هام اسمه صوت العباسيه، ايضا كان ترجع جريده الشعب تقراوا علاش العباسيه، لانها بلاد حشاد وبلاد عاشور. رساله العباسيه في دور. اذا منع ترويج جريده الشعب، اللي شراها من الكمرك ولا من واحد كان يهزوا الامن، حملات الرافل ايضا ضد النقابيين، والتهجمات اللفظية وحملة إعلامية في التلفزة اللي كبار منكم يذكروها، والراديو وصحيفة العمل ضد الاتحاد واتهامه بالتخريب. في الأجواء هذه يستقيل لحبيب عاشور من الديوان السياسي للحزب بعد مؤتمر بعد المجلس الوطني بتاع ميكار 18 ديسمبر 78. وفي هذا المجلس الوطني تم إقرار بوضوح مسألة استقلالية الاتحاد عن الحزب الحاكم. هذا هام جدا عايش قلتلكم، هي معركة استقلالية، و معناها كان واضح أنه قيادة الاتحاد ماشية بدون رجعة نحو الاستقلالية. ولكن التحويل الوزاري للقوى في الداخلية كان خطير جدا، يتمثل في إبعاد طارق الخوجة وتعويضه بعبد الله فرحان وهو رجل السياسة الغليظة، وكذلك الاتيان بالعقيد وقتها مازال ولا جنرال كورنيل برد زين عبدي بن علي مدير للامن الوطني، والمهمه الاساسيه بتاعه هي قمع الاتحاد وعسكره الداخليه، لان الداخليه يستولي عليها العسكر. وبدات اذا عمليه التهجم على اتحاد الشغل، تخريب التجهيزات في كل من دوله، اتحاد جاوي، القروان، باجه، سيدي بوزيد، سوسه، ومحاصرة ايضا بطحة محمد علي، دار الاتحاد حاجة مخلعة الاتحاد. الشيء اللي خلى الامين العام للسيزر كريستن يقول
انه دور الاتحاد مثل دور العباده كما الكنائس والجوامع مقدسه، ما يلزمش يدخلها الامن وما يلزمش يدخلها الجيش. وذلك علاش احنا ديما عندنا غيره كبيره في الاتحاد على المقرات، لازمها تبقى ديما مقرات خاصه بالمنظمين اللي فيها. وفي هذا الجو تم اقرار الاضراب العام ليوم الخميس 26 جانفي 78 بعد انعقاد الهيئه الاداريه يوم 24 جانفي كرد فعل. اذا الاضراب العام هو رد فعل على العنف وعلى القمع المسلط على اللقبيين، ما كانش رياكسيون، سي اون رياكسيون، هذا لازم نعرفوه. معناها هي رد على العنف والقمع وعسكرة الاتحاد ومحاسبته ومهاجمة مقراته اللي حكيت لكم عليها وتخريب. يوم الاربعاء 25 جانفي تم التمادي في التأليف عن المنظمة وعلى قيادتها وتحاصرت الفتحة، حصل ايضا نزلة من كاب واغلب المقرات الجهوية للاتحاد حوصرت بالامن وبسيارات البوم. وايضا بدا العسكر يظهر الجيش، واليوم المفروض الجيش بورقيبة كان ديما حريص انه الجيش يكون في تكاناته وما يتدخلش في الحياة السياسية. المواجهة كانت يوم الخميس 26 جانفي والنتيجة تعرفوها، هو محاولة إبعاد المتظاهرين من وسط المدن خاصة شارع لافيلي وهزانا من البلاد العربية في المرحلة الأولى، وبعد يخرجوا في جهة بابنات والملاسين وغادي بدأت تظهر فيهم الطيارات الرصاص فهمتي ولا باش يبعدوا على مركز البلاد ما يتخربش. والحصيلة 400 شهيد على الأقل، السلطة تعترف فقط منهم ب 52. الاعتراف الرسمي السلطة الحاكمة وقتها تعترف فقط ب 52 قتيل اللي هم شهداء في الواقع و 365 جريح، ولكن الضحايا كان عددهم يناهز ال 400 ضحية و 400 شهيد. وأنا طالب قيادة الاتحاد أنها تفتح تحقيق في هذا وتقوم بإقرار قائمة لضحايا أحداث 26 جانفي 78. هذه المواجهة إذا بينت أنه النظام ضعيف، أنه دخل في أزمة القمع، ولكن أيضا كانت معركة وجود الاتحاد لأنها العدد الضحايا هذه ما تحوش في معركة 9 فبراير 38 مع الاستعمار. معناها عدد الضحايا وجاء وقت أحداث 9 فبراير الشهيرة، أعداد اللي ماتوا أقل من اللي ماتوا في 26 جانفي 78، هذاك علاش نسميوه خميس أسود في تاريخ البلاد. الأهم من القمع والقتل والتنكيل هو السياسة الإعلامية اللي انتهجها الإعلام الرسمي وقتها، واللي كانت تقريبا نشرات الأخبار عبارة عن محاكمات وسلب للنقابيين ومعناها شيطنتهم في اخلاقهم في 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 ذمتهم الوطنيه وفي ذمتهم حتى الماليه. وهذا ما قاعد يتكرر، هيك ما نشوف فقط يتبدل الفاعلين. انا كما قال بكري دخل من عام وساعد معناها يجيو ناس نكره وهما يتداولوا على منظمه عليهم كما الاتحاد، لكن الرد ماهوش كان فقط بشعار الاتحاد اكثر قوه، الرد لازم يكون رد نتاع ناس قارئ التاريخ وتعرف ترد وترفع عنا هؤلاء الجهل والقشاوة الجهل. معناها ما هوش فقط من الشعار، لذلك علاش انا كنت نهار اثنين وثلاثه مع مؤرخين اخرين في اكاديميه الاتحاد، يلزم الصفوف القياديه في الاتحاد تكون عندها تكوين كبير باش تعرف باش ترد. مثلا السيد اللي قال في حشاد اللي باش يحتفلوا به غادي ما مثلوا في قطر، هذا انسان جاهل ما يعرفش اللي حشاد بعد ما تفل في البرابشه حاولوه في الاستقلال الداخلي في البقعه اللي كان يخدم فيها كل نهار نهار واحد نايف الخدامه باش يتفل غاديك، هذا انسان جاهل لازم يجاوبوه به، مش كان بالشعارات والعيال، جاوبوه بالمعرفه، جاوبوه بالامور بالارقام. ان فات المعلومه اعتقد الاتحاد ماهوش خايف منها، الناس معلومه انا عجبني رد الفرنسي وليقا بروس الحكومه شكون قداش كان برا هكا ولا قلت هكا نتبعوا. دونك احنا الردود لازمها تكون زاد الردود احيانا الحجه بالحجه الحجه بالحجه. دونك القمع كان كبير، ولكن علاش جبت على الاعلام وقتها؟ لانه انزاق في سياسه نتاع تخويف الاتحاد. لكن فما ناس داخل المؤسسه الاعلاميه وخاصه في صفاقس صمتوا وقالوا لو الاعلام ماهوش ملك الحق، الاعلام ملك الدوله وملك الشعب، فما فرق بين الحاكم والدوله، واليوم برشا ناس ما يفرقوش، وهذاك علاش ما نسقوش في انه الاعلام بتاعنا
بتاع يحكم، لا الاعلام هو بتاع الدوله، نقول الدوله دوله فيها الحاكم والمحكوم، والشعب فيه الحاكم والمحكوم. الاعتقالات كانت كثيره والمحاكمات كانت كثيره. محاكمه او اولى نابت من 39 مسؤول نقابي، منهم الامين العام حبيب عاشور وعبد الرزاق قربان، عاشور حكم عليه 10 سنوات سجن، واشغال شاقه خير الدين الصالحي، حسن حمودية سرق بس 8 سنوات اشغال شاقه، الطيب بكوش وصالح عبرور وحسين بن قدور ومصطفى غربي 6 سنوات اشغال شاقه، محمد عز الدين وعبد الحميد الباهي ونجي الشاعري عبد الرزاق قيوب محمد شكرون اسماعيل السحباني 5 سنوات، كما تمت في شارع جميليا محاكمات انا في صفاقس. واول مره المحكمه تحكم على الحد، تذكروا المحكمه تمت بلا حد، نالت من النقابيين محمد شعبان، محمد تريكي، محمد القادري، عبد الرزاق بطار، منجي نصر، سنتين سجن، نفس العقوبه مع التسجيل التنفيذ فتحي البقلوطي والمنصف معلول، محاكمه النقابيين في قفصه في 27 جويليا 78 في صفاقس، تحاكموا هنا في محكمه الاستئناف 20 نقابي منهم البشير بن احمد وطارق قيد والنفع دعنا اسماعيل السبتي بدر الدين درويش، كلهم عام ونصف حبس. ولكن المحاكمه الاكثر شهره هي نقابي سوسه اللي شلت 111 نقابي، 111 نقابي في الكلهم اول تعذبوا، خاصه الحبيب بن عاشور اللي فقد فيها عينيه اليسرى، عملوا هذا التعذيب. علي المهدي وزوجته منيره كيف كيف توا يعيش وربي مازالوا من مناضلي الاتحاد، ومات تحت التعذيب المناضل حسين الكوكي تعرفوا من القلعه من اكودا، وايضا الشيخ خالد طبه يتحركوا ويخرجوا بيان، والتعذيب ايضا نال من سعيد القاقي اللي فارق الحياه بعد ما خرج رساله شهيره في 31 ديسمبر 78 يقول فيها كيفاش عذبوه وصف كيفاش التعذيب، ويقول راني مهدد بالموت، وفعلا سعيد القاقي فيما بعد يموت تحت التعذيب. وهذا ايضا دليل على انه غياب حقوق الانسان، غياب الحد الادنى من المحاكمات العادله، وغياب استقلاليه القضاء. غياب استقلاليه القضاء، علاش نجبد على الاعلام والقضاء؟ لانه وقت يجي قمع، القمع لو ما يجيش وحده من الحاكم، فما اله كامله لتبرير القمع والامضاء فيه، انه المنظومه الاعلاميه والمنظومه القضائيه دخلت في ذلك. ولكن علاش احنا اليوم فرحانين في الانتقال الديمقراطي ونطالبوا دائما باستقلاليه الاعلام واستقلاليه القضاء؟ وقت يكونوا هذا ممتجنين يتكاثر القمع، ولكن علاش ما فماش انتقال ديمقراطي بدون استقلاليه الاعلام، بدون استقلاليه القضاء، بدون استقلاليه الهيئات الدستوريه؟ يجب ان تكون مستقله حتى تحمي الحاكم من التسلط، حتى تحمي السلطه من التسلط، باش ما تكونش متسلطه، ما تكونش في ايديها الاجهزه القضائيه واجهزه التنفيذ واجهزه الاعلام. اذا هنا حبيت ايضا نشير الى دور المحامين اللي رافعوا على الاتحاد واللي برزوا في معارك ديما مع الاتحاد، منهم منصور الشفره وهو معروف وبدا من 65 يدافع على الاتحاد، عبد الرحمن الهيله الله يرحمه، محمد محفوظ، احمد شكور الله يرحمه هنا من صفاقس ايضا، ولكن في الجهات برزوا محامين هامين كما الياس الكركوري الله يرحمه اللي دافع على لوخيات في 78 مات ما يديروش برشا، ومحاميه صغيره ذات وقتها وناشطه باش كل حد نعطيه حق وربي يشفيها راضيه نصره دافعت وقتها على النقابيين حتى لازم نعطيه حق. المصيبه باش ننهي هنا انه السياح بعد 30 عام لا يعترف بالمسؤوليه ولا يعترف بالميليشيات، ويقول أن الاتحاد حاول أن يخرج ويحكم في سياسة البلاد ولم يعتذر. والمصيبة الأخرى الأكثر أنه إلى الآن ما عندناش كتابات متكاملة على تاريخ 26 جانفي 78 إلا الشهادة الهامة اللي قام بها المناضل وزعيم حبيب عاشور واللي كانت في الفرنسوية، وحسناً فعل الاتحاد لما عربها القسم اللي فيه الاخ سامي طاهري وتوليت انا تقديمها الشهاده موجوده باللغه العربيه تعرفا، اذا هي في متناول كل القراء وماذا بينا الاتحاد الجوي فاكس يوفرها للوخيات. بعد اذا ازمه 76 هنا باش ننهي بدقيقه، النقابيين ما كتفوش يدوز. اولا يوقف حملات كبيره للتضامن مع المساجين ومع عائلاتهم وجبر الضرر الى اخره. ولكن انطلقت الهيكل ايضا في لجان الشعب السرية ومحاولة استرداد
النقابات اللي والمقرات الاتحاد وزادوا اعتقد وقتها في ديسمبر 78 مجموعه الشعب السريه وحاكمهم وانضموا للاخوين الاخرين والعفو تبعا ومحاوله العوده تكون دائما في تواريخ رمزيه. اما 3 اول تاريخ ميلاد بوركيبا او 20 مارس مثلا عاشور يسيبوه في 3 اول تاريخ عليه العقوبه دائما في تاريخ رمزي هو دائما مربوط بتاريخ الزعيم وكانه تاريخ تونس مع احتراماتنا لبوركيبه مربوط بشخص فقط. هذه اذن فكره لانه فيما بعد شئتي الانفراج بدايه من مؤتمر قفصه 81 في مكتب على الشتيت وصفحه جديده. وبذلك نقول ونختم انه معركه 26 جانفي 78 ما تتلخصش في يوم، هي تتلخص في مسيره كامله بدات يعني تتبلور، هي مسألة معركة الاتحاد من أجل الاستقلالية وأيضا دخول دماء جديدة في الاتحاد اللي غيرت المعادلة. اليوم باش ننهي الدماء الجديدة في الاتحاد هم أنتم. سمعنا أنتم. كما قال بكري سيبواني مناد الاتحاد ماهوش الهم بتاعه فقط الانخراط والمطالبة بزيادة بنك رايحة، لكن من واجبه أنه يكون يعرف تاريخ الاتحاد ويعرف البوصلة وين ماشي، البوصلة السياسية والبوصلة النقابية، باش يكون هو أول من يتصدى لما يحاك ضد هذه المنظمة اللي شاركت لا فقط في المعركة الاجتماعية بل بالمعركة الوطنية، لأنه لولا الاتحاد تونس ما كانش تم مرحلة الاستقلال. وتعرفوا ما وقع أنه فرحات حشاد دفع ضريبة العمل الوطني مش ضريبة العمل النقابي فقط. وبارك الله فيكم.